هذا هو الدجاج بلا زيت بلا ملحه بلا حتى شي حاجه بلا ما طيبناه وجا هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. ما تنساوش تجربوه راه كيجي بنين وخصوصا بلا زيت اللي عنده داير ريجيم بحالي ودرتو مع الخضار. ما تنساوش جيموا لايك باش توصلوا باي جديد. شكرا لكم، الله يعطيكم الخير. البنات هذا هو لاصوص اللي كيبقى قليل 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 10 ديال الدقائق كتصيبي الدجاج ديالك موجود البنات. يا سلام. البنات السلام عليكم، كي دايرين اش اخباركم البنات؟ كما كتشوفوا قدامي الدجاج غادي نديرو في الكوكوت بلا ما بلا زيت بلا حتى شي حاجه البنات بلا يقامه. غندير في الكوكوت هي هذه هذه ديال الجلده، هذه اللي فيها الجلده كتساعدنا بزاف البنات. غنديروها من التحت باش تجينا شويه مقيمه هكايا، وغنسد عليها البنات. ما ديروا لا ملحه لا يقامه باش ما يديرش لينا حتى تيطيب. واللي بغى يدير لي شي لاصوص ولا اللي بغى يدهنو غير بالملحه من الفوق بقى معايا حتى الاخير. انا غنسد عليه وغنطيبوه في الحقيقه علاش مع 10 ديال الدقائق. انا ما غنحسب 10 ديال الدقائق حتى تبدا تصوت ليا الكوكوت، بقاو معايا حتى الاخير. انتم البنات سيطيب بحال كيطيب على شمعه، كانت تبدا تصوت ونحسبوا 10 دقائق ونجبدوا الدجاج ديالنا. البنات هي الكوكوت ديالي من اللي طات الكوكوت، انتما كتشوفوا الصوص اللي فيها البنات قليل 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 قليل. داك الماء ديال الدجاج يجي البنات. يا سلام. غنحط قدامكم باش تشوفوا، غنخزن عليكم حتى حاجه. باش غتشوفوا كلشي كلشي على عينيكم. هاد الشليده هي اللي كتجيني كيرعه. البنات هذا هو الطبق ديالنا ديال الدجاج بلا زيت بلا والو، الخضر انا درت جنبو هذا. ما تنساوش تعملوا لايك باش توصلوا باي جديد. البنات هذا هو لاصوص اللي كيبقى قليل 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 10 ديال الدقائق كتصيبي الدجاج ديالك موجود البنات. يا سلام.